المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في محاضرة علمية بعنوان الأمن في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بشيخ after praising Allah سبحانه وتعالى and sending the salat and salam on the messenger, he welcomes all of you to this blessed gathering of knowledge whose topic will be security or peace in Islam. أيها الأحبة، إن الإسلام دين شامل كامل ارتضاه ربنا تبارك وتعالى أن يكون خاتم الديانات والرسالات، وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإلى ما يهدف إسلامنا، أو بتعبير آخر، ما أهداف الإسلام؟ إن الإسلام يهدف إلى عدة أهداف. الهدف الأول نشر العبودية والتوحيد لله رب العالمين، هذا هو الهدف الأول من رسالة الإسلام. والهدف الثاني نشر العدل بين الناس، والهدف الثالث نشر الأمن، والهدف الرابع إصلاح دين الناس. هذه هي أهداف إسلامنا التي لا بد أن نعقلها. فإذا سئل أحد منا: ما أهداف دينكم؟ أو ما أهدافكم في هذه الحياة؟ فهذه أهداف الإسلام، أن ينشر التوحيد والعبودية لله رب العالمين. فإن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون: يعني إلا ليوحدون، يعني أن يفردوا الرب الخالق الصانع لهذا الكون، أن يفردوه بالعبودية. هذا هو الهدف الأول. فكان الهدف الأول من أهداف إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له، وأن ينبذوا الشرك بكل صوره وأنواعه. يهدف الإسلام كذلك إلى نشر العدل بين المسلمين وبين غير المسلمين. بل إنه ينشر العدل كذلك حتى بين الحيوانات، فإن الإسلام لا يرضى أن يقع ظلم على أي إنسان حتى وإن كان يخالفنا في الدين والمعتقد، ولا يرضى الإسلام أن يقع ظلم على حيوان
ولذلك أخبر نبي الإسلام أن امرأة دخلت النار بسبب هرة إذ حبستها حتى ماتت. وكما قال ربنا على لسان نبينا: وأمرت لأعدل بينكم. وكما قال ربنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لا ينبغي أن يحملكم العداوة التي بينكم وبين قوم آخرين، لا ينبغي أن تحملكم هذه العداوة على أن تظلموا عدوكم. فنحن أهل الإسلام نرى العدل مع الجميع، ولا نجوز لأنفسنا أن نظلم عدونا فضلا عمن هو داخل الأمة الإسلامية، بل إن الإسلام يذهب إلى أبعد من ذلك حينما يهدف إلى نشر العدل حتى بين غير المسلمين بعضهم مع بعض. ولذلك فقد ثبت في التاريخ أن الخلفاء المسلمين عندما رأوا أن الخلافات بين النصارى في الأندلس وغيرها قد كثرت، بحيث إن بعضهم يقتل بعضا، فأمر بعض الخلفاء أن يكون هنالك حراس من المسلمين على هؤلاء المختلفين من النصارى حتى لا يقتل بعضهم بعضا. هذا حدث في التاريخ الإسلامي. فعين أهل الإسلام أو عين الخلفاء جنودا يحرسون الأعداء المختلفين من النصارى الذي كان بينهم في الماضي عداوات بسبب الدين، فإن النصارى افترقوا واختلفوا وكان بعضهم يقتل بعضا بسبب الاختلاف في المعتقد. فعين الأمراء المسلمون من يحجز هؤلاء بعضهم عن بعض حتى لا يقع فيما بينهم ظلم أو تعدي. ولو كان الأمر في عصرنا ورأى أعداؤنا أننا فيما بيننا نختلف لقالوا: اتركوهم يأكل بعضهم بعضا. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا ليس عند أهل الإسلام. فإن أهل الإسلام إذا رأوا غيرهم قد اختلفوا وكاد بعضهم أن يقتل بعض، فإنهم يقفون لكي يمنعوا القتل فيما بين الأعداء حتى لا يحصل ظلم. فجاء الإسلام بنشر العدل. والهدف الثالث إصلاح دنيا الناس. فالأحكام الشرعية كلها أجمعها ما جاءت إلا لتكميل المصالح وتقليل المفاسد. الإسلام رسالة إصلاحية، جاء الإسلام ليصلح الكون. وإذا تأملت أحكام الإسلام تراها كلها قائمة على إصلاح دنيا الناس. فلماذا حرمت الخمر؟ ذلك لإصلاح أحوال الناس. لماذا حرم الزنا؟ أيضا من أجل
إصلاح دنيا الناس. لماذا حرم القتل بغير حق؟ من أجل ذلك. عندما تتأمل في كل الأحكام الشرعية تجدها أنها من إصلاح، وأن الله جل وعلا ما شرع أمرا إلا من أجل الإصلاح. عندما حرم لحم الخنزير لماذا؟ من أجل إصلاح بدن الإنسان. عندما حرم ربنا عز وجل كل الخبائث من أجل إصلاح بدن الإنسان. عندما حرم الخمر من أجل إصلاح بدن الإنسان. وتعرفون ما يحدث بسبب السكر والعربدة وشرب المخدرات، تحصل ألوف من الجرائم، أليس كذلك؟ فلماذا حرم الإسلام المخدرات وحرم السكر؟ من أجل الإصلاح وإبعاد الفساد. فالإسلام رسالة إصلاحية، جاء للإصلاح. والهدف الرابع للرسالة الإسلامية الأمن، نشر الأمن، هو موضوع المحاضرة الذي سوف نتحدث عن الأمن بالتفصيل، وكيف أن الإسلام جاء لينشر الأمان بين البشرية. وهذا الحديث ما كان في الحسبان، ولكن بسبب ما وقع من بعض الحمقى ومن بعض المفسدين من إرادة تفجير لبعض الطائرات، فكان لابد من التنبيه على أن الإسلام دين الأمن والأمان ولا يرضى بمثل هذه الأعمال. نعم. Sheikh Hafizullah says that Islam as a religion is a religion comprising or encompassing everything. Allah subhanahu wa ta'ala chose it specifically to be the religion of the last ummah. After all religions, Allah chose Islam to be the last religion for the last ummah. What is Allah subhanahu wa ta'ala says? To show that Islam is a perfect religion and the most complete. He says, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, to the end of the hour. That today I have perfected for you your religion and completed my favor upon you. And I am pleased as Islam, or I am pleased that Islam be your deen. Now we should ask ourselves, what are the goals of Islam? What are the goals of Islam? The Sheikh said there are numerous goals, but the most important of them, are three. One is to spread at-tawheed and servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds. This is the main goal of Islam. The spread of tawheed and servitude to Allah. The second is to bring justice between the people. To bring justice between the people so that the people don't oppress each other. And the third goal of Islam is to bring security and peace to all humankind. And the fourth one is to bring rectification to the matters of the people of the world, to take the affairs from a low state to complete, to become the best situation. Therefore, we have to know this. When somebody comes and asks you, a non-Muslim comes and asks you as a Muslim, what is this religion of yours about? What is its goals? What does it call to? What does it stand for? We have to know these things. As for the first one, spreading of tawheed and servitude to Allah, we see that Allah subhanahu wa ta'ala said, to show how important this matter is, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Surely not create the jinn and the humans except that they worship me. The Shaykh said, and the Mufassirin have said, the meaning of this is that I did not create the jinns and the humans except that they worship me alone. They single me out alone in worship. This is the purpose of creation. So this is the first goal of Islam. The first main ambition of Islam is to spread Tawheed, and this is the reason why Allah sent books and messengers to the people. To enforce Tawheed and actualize it, and to kick out and clear all forms of shirk. The second goal of Islam, as we said, is to spread Al-Adl, justice between the people. And this is between, as you've seen, the Shaykh said, not just between Muslims, but Muslims and non-Muslims. And not even that, even if animals, Islam does not command to injustice even to animals. And we know the story of the woman which Rasulullah told us about that story. The woman who ended up in hellfire just because she oppressed that cat. She prevented it from water or from food, and she ended up in the hellfire, wa'adha billah. So Islam promotes justice even with animals, let alone human beings. And Allah says that commanding the messenger or the messenger tells us what he is commanded with. He says, I've been commanded to create justice between the people. In another ayah, Allah says, وَلَاجْرِمَنَّكُمْ شَيْئَانُ قَوْمٍ أَمَّا تَعْدِلُ. Let not the evil doing of some people stop you from doing justice. Meaning, even if some people, they are wrongdoers, but when you deal with them, if they deserve to, they deserve to be treated just. You don't oppress them just because they are wrongdoers. Islam is not about enmity. Islam is about justice. So we Muslims should observe this justice in all our situations. Therefore we don't hold it permissible. This beautiful religion does not hold it permissible to do injustice with the enemies, let alone, or you say the enemies, those who fight Islam, let alone those who don't even fight Islam. Islam does not command the people to do injustice to them. Islam goes a long way to fulfill this initiative or this goal of observing justice between the people. And it has been proved, and as it has been reported in the history, from the times of the Khulafa who were in Spain or Andalus, that when the differences between the Christians who lived in that land increased, so that they were fighting each other, the Muslim ruler sent a group of people or troops to look over those Christians that they don't oppress each other. The Muslim ruler sent a group of people to look and to supervise that the Christians do not oppress each other, because in general they are all under the Khalifa of the Muslims. Now look at how they understood Islam, how to observe justice between the people. Let not for just for the Muslims, even the non-Muslims should not oppress themselves. This is what Islam came to teach. This is the adl of Islam, the justice of Islam. And you know, as the Shaykh said, you know that the Christians, they divide into so many sects, and these sects started to fight each other. But even then, this Muslim or these Muslim rulers, they send the people to observe justice so that nobody can oppress each other. Even if they themselves are not even Muslims. They're not Muslims. The third goal of Islam, as we said, is to bring rectification to the matters of the people, the whole of humanity, to their betterment, to perfect their situation. Islam came to correct and to rectify the societies. If you look at all the rulings of Islam, you will find that there's nothing except that it is for the betterment of human beings. The Shaykh said, why do you think alcohol is haram? Because it brings rectification for the situation of the people. Why is zina haram? Because of the rectification and the betterment of the people. Why is killing other people haram? Because of all these good results.
All of it is for islah, rectification of the people. And Allah subhanahu wa ta'ala does not legislate any law except that it is for the good of the people. This is what we should know. So when you made haram, the pork, it is for the good health of a human being. When you made haram, the intoxicants and alcohol and all stuff like this, it is for the good of the society. We know the bad consequences of what alcohol and intoxication bring in the whole society, not even just with an individual. So Islam came for rectification, and we are commanded to observe this rectification. As for the fourth goal of Islam, like we say, it is national amn, to spread peace and security in the or with humankind. And this, the Shaykh said, will discuss it in detail. And this is the topic of today, how Islam came to observe and spread peace within the people. The Shaykh said, and this was not the intention of what this lecture is to be about today, but because of what some of the ignorant people, some of the foolish people have been trying to do us in present day situations, we have to shed light on this matter and prove the reality of Islam, that it came to spread security and peace and not enmity and hatred. Fadhil Sheikh. ومما يدل على أهمية الأمن في الإسلام أن شعار الإسلام وتحيته المباركة السلام عليكم السلام عليكم، ومعنى ذلك أن الإسلام جاء لنشر الأمن والأمان والسلام. وهدف عظيم من أهدافه أن ينشر السلام بين الناس والأمن والأمان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، عندما دخل المدينة المنورة كان أول ما أمر به أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام، الأمن الأمن الفردي، لأنني عندما ألقي عليك السلام وأقول السلام عليكم فأنت لا تنتظر مني إلا الأمن والأمين والسلام، فلا يجوز لي أن أتعرض لمالك أو لدمك، فأنا بذلك قد عرفتك أنني أريد السلام. السلام عليكم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. أطعموا الطعام هذا هو الأمن الغذائي، والناس يتحدثون اليوم عن الأمن الغذائي لا سيما على الأزمة المالية العالمية. الأمن الغذائي، أطعموا الطعام. وأنزل الله تبارك وتعالى سورة عظيمة امتن فيها على قبيلة قريش وعلى أهل مكة، لأنه تبارك وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن نعمة كبيرة يسعى الناس إليها بكل وسيلة، ومن ذا الذي ما يريد أن يكون آمنا في نفسه وفي بيته ومع أهله وأصحابه وفي مجتمعه؟ من؟ كلنا نريد الأمن.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح آمنا في سربه، إذا أصبحت آمنا في بيتك تذهب إلى عملك وترجع وأنت آمن على زوجتك وأبنائك وأموالك، هذه نعمة عظيمة لا يشعر بقيمتها على الحقيقة إلا من فقدها. ولعل إخواننا الكرماء الفضلاء من أهل الصومال قد عرفوا قيمة هذه النعمة لأنهم فقدوها في بعض وطنهم العزيز. نعمة عظيمة أن تكون آمنا في نفسك وبين أبنائك، لا يتعدى أحد عليك. ولذلك فإن الشارع الإسلامي جعل عقوبة شديدة على من يتعدى على أمنك، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. لماذا؟ لأنهم تعدوا على الأمن. ولذلك عرف في الإسلام ومن حدود الإسلام حد الحرابة، حد الحرابة. فإذا تعدى قاطع طريق وأراد أن يأخذ وأراد أن يقتلك وأن يأخذ أموالك فحد الحرابة كما سمعتم. بل إن من أسماء ربنا تبارك وتعالى المؤمن، من أسماء ربنا المؤمن، ومن أسمائه سبحانه السلام، من أسماء الله السلام، ومن أسماء الله كذلك المؤمن الذي يؤمن عباده. فالأمان من الله تبارك وتعالى. والله لو أن الناس جميعا تعاونوا وتكاتفوا من أجل أن يحصلوا على الأمن، والله جل وعلا لم يأذن بذلك فلم يحصلوا على الأمن. فالأمن الحقيقي من الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما يبتعد الناس عن ربهم فماذا يحصل؟ يفتقد الأمن. وأكثر البلاد أمانا هي التي تكون قريبة من الله جل وعلا، وأبعدها عن الأمن هي التي تكون بعيدة عن الله تبارك وتعالى. فمن أسماء ربنا المؤمن، ومن أسماء ربنا السلام. هذا يدلنا على أن الأمن في الإسلام قضية كبيرة. ولذلك سوف نتحدث عن الأمن الفردي والأمن الفكري وأمن الدول وأمن المجتمعات، وسوف نتحدث عن الأمن الغذائي، وسوف نتحدث عن أمن البيئة إلى غير ذلك من أنواع الأمن إن اتسع الوقت لذلك. فالأمن له أهمية كبيرة في الإسلام. الشيخ حفظ الله says to show the importance of this matter of peace and security in Islam is that from the main signs or signpost of Islam and its blessed greeting is Assalamu alaikum, peace be on you. From the main signs of Islam, just imagine how much Islam came for peace. But even the salam when you see each other, you greet each other with peace.
Peace be upon you. Monsieur of Islam came to actualize this world between the people. And as it is reported in the authentic hadith, that this is from the first thing which Rasulullah said when he entered Medina. The first thing he said when he entered Medina, he said, "Afshu salam, spread the salam between each other. وَأَطْعَمُ الطَّعَامُ and give food to each other. وَالصَّلَّ بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ بِالْيَامِ and pray during the night when the people are sleeping." The first thing the Prophet ﷺ said to show the importance of salam, the peace. And this hadith, as you can see, is showing the importance of first al-amn al-fard, the peace and security at an individual base. That when I come and meet you and I give the salam, that's the first thing which comes from my mouth. You don't expect from me except security and peace and good things. You feel safe for yourself, you feel safe for your property, you feel safe for your honor. The first thing you need to give each other salam. And the hadith also shows us the security economical wise, if we can say that, especially in a time when the world economy is suffering a lot. Rasulullah commands us to spread the food between us, to give each other. This is a great thing to show how Islam came to actualize even this type of security, this type of peace. That's why we see Allah subhanahu wa ta'ala shows this blessing to the people of Quraysh. And he reminds them of this blessing when Allah says to them, لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْمَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Let them worship the Lord of this house. Who is this Lord? الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. The Lord who gave them food, gave them provision and saved them from starvation, and he gave them security and peace. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. He gave them tranquility against fear. These are two great ni'mas. And surely security is a great ni'mah. It's a great ni'mah which only brings good. And Rasulullah to clarify this more, or to emphasize this more, he said in the hadith, the most blessed of you, or the best of you, is the one who wakes up and finds peace in his house. And he is suffice with what he has. The Shaykh says, peace in his house, meaning even if he goes out and comes back, he does not fear about his children or his property, because there is security in the land. There is security in the land. And surely, this ni'mah, the Shaykh said, nobody really knows its worth unless or until we lose it. When we lose this great blessing of security and peace, that's when you really know its worth. You really know how important it was or it is. And the Shaykh said, another good example is within our brothers, our noble and blessed brothers, inshallah, from Somalia. They know this, the importance of this, because they lived it. They saw the importance of having peace and security and not having it. That is why you see, brothers and sisters, that the legislation of Islam came and made it very clear that the reward or the recompense of the one who wants to change the peace and security, wants to bring turmoil and chaos in the land, that there's a very strong punishment against him. A very strong punishment against him. As Allah says, surely the reward of those who fight Allah and His Messenger and spread corruption in the land, that they should be killed. Or they should be crucified. Or they should have their hands and their legs cut. The Shaykh says this only proves how important observing peace and security is. That is why we have in Islam something called
the capital punishment of the one who creates chaos or turmoil in the land. But those highway robbers, all they do is spread turmoil and fear for the people. People cannot travel with security and peace. This is their punishment. And the likes of this. And we see that from the beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Mu'min and As-Salam. Al-Mu'min, the one who brings, or the one who takes it on himself to spread security within his slaves. The one who is entrusted with this matter. As-Salam, the one who all peace comes from him. He is the one who bestows this peace on his slaves. And this is why you'll find that even if all the people are to try and to come together to bring peace, they'll not do it except if only if Allah wants. The true peace is the peace which comes from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the true peace. And only those who observe the commands of Allah are the ones who get it. We find that the society which is far away from practicing the way of the Sharia, they'll be far away from peace. And those who really are close to Allah, observing His commands and staying away from the prohibitions, they'll have more peace than those ones. Because peace of Allah subhanahu wa ta'ala is only given to those who are close to Him. So there's nobody, either personally or a society level or a nationwide level, who does not want peace. And the only way to get this peace though is to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. عندما تحدث عن الأمن الفردي فإن الإسلام سبق كل الأنظمة الأخرى في قضايا الأمن الفردي، فقد حرم الإسلام القتل وسفك الدماء، وفي الحديث المتفق على صحته سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكذلك في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. كما أن الإسلام حرم كذلك دماء غير المسلمين، فحرم الإسلام دماء المسلمين وغير المسلمين، فدماء غير المسلمين محرمة في الإسلام، اللهم إلا المحاربين الذين يكون بيننا وبينهم حرب، وهؤلاء الذين يكون بيننا وبينهم حرب إنما يجوز قتل من يقاتل منهم، أما من لم يقاتل من المدنيين ومن النساء ومن الأطفال فلا يجوز للمسلم أن يقتلهم. وفي صحيح البخاري من قتل معاهدا، يعني رجلا غير مسلم بيننا وبينه عهد، من قتل معاهدا لم يرح، يعني لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، رائحة الجنة تشمها المسافات بعيدة بعيدة، أبعد ما بين مما بين المشرق والمغرب، من مسيرة 40 عاما، شيء ربما لا يتخيله الإنسان. فهذا الذي يقتل
رجلا غير مسلم تحرم عليه الجنة. هذا مما يدل على أن دماء غير المسلمين كذلك محرمة في إسلامنا، وأن الإسلام دين الأمن والأمان. حتى وإن كان هنالك حرب فلا يجوز قتل من لم يقاتل. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فغضب صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء. النساء لا يجوز قتلهم، وكذلك لا يجوز قتل الأطفال ولا المدنيين، هذا في حال الحرب، فما بالنا في حال السلام. وأجمع علماء الإسلام على أن المسلم إذا دخل دولة غير مسلمة، دولة حربية، دولة غير مسلمة وهي دولة حربية، يعني إيش؟ يعني بيننا وبينهم حرب، لأن الدول إما أن يكون بين المسلمين وبين هذه الدول حرب، أو بينها وبين بيننا وبينهم معاهدات، إما حرب إما معاهدات، وأغلب الدول دول بيننا وبينهم معاهدات. فلو فرض أن المسلم أراد أن يدخل دولة بيننا وبينهم حرب، فأجمع علماء الإسلام أنه لا يجوز له أن يتعرض لأحد منهم بسوء. هم محاربون، لكن للحرب لها مكان، أما كونه يدخل دولة حربية يعني بيننا وبينهم حرب وأعطوه فيزا، فمعنى ذلك أنهم إيش؟ أمنوه، فيجب عليه أن يحترم هذا الأمن وهذا العهد الذي بينه على وجه الخصوص وبينهم، فلا يجوز أن يتعرض لأحد منهم بقتل أو بسفك دماء أو بسلب الأموال إلى غير ذلك. فما بالنا وأن أكثر الدول اليوم دول إيش؟ بيننا وبينهم معاهدات. وهذا بإجماع أهل الإسلام، بل إن الإسلام حرم الترويع، يعني كما قال عليه السلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلم، لا يجوز أن تروع الناس أو أن تفزعهم. ولو كان ذلك بطريق المزاح، بعض الناس من أجل المزاح يحاول أن يخوف أخاه، هذا لا يجوز، كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك. بل حرم الإسلام أن تشير لأخيك بحديدة أو بالسلاح. انظر الأمن في الإسلام، أمن، لا يجوز أن تشير إلى أخيك بالسلاح، مجرد إشارة، فكيف من يقتل؟ ليس ذلك فحسب، بل إن الإسلام حرم التجسس، هذا كله من الأمن الفردي، لا يجوز لأحد أن يتجسس عليك ولا تجسسه، ولا يجوز لأحد أن يغتابك ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا أيضا من الأمن الفردي، وهذا مما لم يحصل في أي نظام. فأنت إذا كنت بين الناس لا يجوز لأحد أن يقتلك أو أن يسبك أو أن يشتمك، هذا لا يجوز، أو أن يحقرك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني هذه النظرة التي يكون فيها الاحتقار لا تجوز، هذا كله من الأمن. كذلك حرم الإسلام أن تتتبع عورتك،
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، كما ذكرنا هذا بالأمس. لا يجوز لأحد أن يتتبع عورتك أو أن يتجسس عليك، بل ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك، بحيث إن الإسلام حرم على أخيك أن يسيء الظن بك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والغيبة تعرفونها، وذكر النووي رحمه الله في كتابه الأذكار ما يعرف بغيبة المتفقهة. ما غيبة المتفقهة؟ يعني الغيبة التي تكون بين المتدينين الذين يحاولون أن يبتعدوا عن الغيبة لكنهم يقعون فيها. ومثل لذلك كان تسأل عن فلان، كيف حال فلان؟ فتقول الله يستر علينا وعليه. هذه الكلمة الله يستر علينا وعليه، هذه من الغيبة. لماذا؟ لأنك عندما قلت الله يستر علينا وعليه جعلت السامع تذهب نفسه كل منها في تفسير هذا الشيء، فهذا التلميح أشد من التصريح. كيف حال فلان؟ الله يهديه. هذه كلمة غيبة، الله يهديه. هو لا يريد أن يتكلم، لكن قوله الله يهديه تخيل السامع أن فلان وقع في كذا وفي كذا وفي كذا، فهذه حرام. سماها النووي غيبة المتفقه، يعني المتدينين. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الغيبة لا تجوز لغير المسلمين، فلا يجوز أن تغتاب غير المسلمين، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. وكلام في الأمن الفردي كلام كثير جدا، لكننا نقتصر على هذا. والمقصود أن الإسلام جاء بالأمن لكل فرد من أفراد البشرية. اللهم إلا إذا كان بين هذا الإنسان وبين أهل الإسلام حرب، فالحرب لها أحكامها. لكن ما دام هذا الإنسان غير محارب فينبغي أن يؤمن وأن ينعم بالأمن في ظل الإسلام. هذا ما أجمع عليه علماء الإسلام. الشيخ حفظ الله started with the first step of security, الأمن الفردي. The security observed for the individual. He says Islam oppressed all other religion, all other systems in this. Islam actualizes this than any other system ever. You'll find that Islam prohibited all kinds of transgressions against any human being, either by killing them or just hitting them or any way of spilling their blood, to the point that Rasulullah ﷺ said, to show that you're not supposed to take from the honor of the Muslim in any way, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Cursing the Muslim is فسوق, is a great sin. While killing him or fighting against him is kufr. You know, that's the minor kufr. And he also said, and that hadith is muttafaq on, it is agreed upon. The other hadith also in the two sahih, Rasulullah said, لا ترجع بعد كفار. Do not go back to become non-Muslims after me, such that some of you are striking the necks of others, killing each other. All of this came to observe peace and to actualize the security and the peace of every individual.
Really, we find Islam even prohibited this against or prohibited transgression even against the non-Muslim, not just a Muslim, except for those who are fighting Islam. They are fighting Islam physically, then for them they have separate rules. And even those who fight Islam, the Shaykh says, we are not allowed to kill those who are not fighting, those who are non-combats, or the women, or the children. Those are not supposed to be killed or fought. Rasulullah says, من قتل معاهدا لن يريح الجنة وإن ريحها مسيرة 40 سنة. The one who kills the Mu'ahid is the one who has a treaty between the Muslims and him. They gave him a treaty of security. He has been granted security by the Muslims. If you are to kill that Mu'ahid, you will not smell even the smell of Jannah. Even though its smell could be smelled the distance of 40 years away from Jannah. The Shaykh said, this is a distance which is between the East and the West. But even then, just this hadith shows you the correctness of this matter. The one who kills the mu'ahid will not even smell that smell of Jannah, even though the smell of Jannah can be smelt as far as the East and the West. So this is haram in Islam. This shows how Islam came to observe security and peace for the individual. And even during the war, again, like we say, only the specific people are supposed to be fought. As in the hadith of Sahih Bukhari, the Prophet saw that a woman was killed on the battlefield. And he got very angry. And he prohibited the killing of women. He prohibited the killing of women. Now, what about a situation that is not even in a war? This is greater. It's a greater sin. The Shaykh says, there's ijma, there's consensus of the Muslim scholars, that when the Muslim enters Darul Harb is the country of those who are fighting Muslims, a country which is fighting the Muslims. If a Muslim was to go to this country and enter that country, he is not supposed to do any or to create any turmoil in that country, or to do any corruption, or to steal anything, or to shed any blood. So, why? Because they gave him a treaty, they gave him army, they gave him security, they gave him that visa before you enter that country. But you'll observe peace. So if you go there, you're not supposed to fight them. The battle is in the battlefield. When you go to their country, you're not even supposed to fight. All of this shows how Islam came to observe and actualize peace and security. And we know, the Shaykh said, most of the countries today, the Muslims have peace treaties with them. Most of them are not Darul Harb. Most of them are not countries which are against or are fighting wars against the Muslims. Most of the non-Muslim countries, the Muslim countries have treaties with them, peace treaties with them. The Shaykh again said, this is an ijma, a consensus of all the Muslim scholars. All the Muslim scholars agreed on this. Islam, again, to show the extent of actualizing the security and the peace of the individuals, Islam even prohibited just shocking or putting your fellow Muslim in a state of fear. Like to come and shock him abruptly or suddenly, to put him in a state of fear, even that is disallowed in Islam, as in the hadith in Bukhari. Just to shock your brother, just, even if it is jesting or just joking, it is not allowed in Islam. And even better than that, or even to a more, to another extent, showing that Islam came to observe peace and security for the individual, it is not allowed in Islam to point a weapon to your brother. Even if it is just joking, you're not pointing it to fight him, just to point it to him is not allowed. This shows how Islam came to spread this security between the people. And even greater than that, Islam even prohibits you from just looking down against your brother. How to preserve his honor and his security. You're not supposed even to look down on your Muslim brother.
Rasulullah SAW says, بحسب مريدنا الشر أو بحسب مريدنا إثم أن يحضر أخاه المسلم. It is enough sin that you look down on your brother. It is enough sin that you just look down on your brother. Meaning if you don't have any sin other than this, then this is enough sin for you, that you look down on your brother. This is how Islam came to observe this matter. And Islam also came and told us not to look after the, or to go around searching for the mistakes of others to expose them. As the Sheikh said, as we explained last night's lecture, that you are not supposed to go around trying to expose other Muslims, trying to look at what they did wrong so that you can talk about them. All of this to observe the security of that individual and his peace. And even greater than that, just to think badly about a Muslim is not allowed. The Surah Al-Dhan, just to think badly about him is not allowed. Allah subhanahu wa ta'ala says, اجتنبوا كثيرا من الظن. Keep away or abandon most of these thoughts, because it leads to sins. And Imam Nawawi rahmahullah, he says, there's another type even of, as the Sheikh said, the evil thought, then there's actually the ghibah, you know about the ghibah of backbiting. Even that, Islam came to prohibit it, to observe the peace and security of that individual again between the Muslims. Even that, there's the ghibah mutafaqah. The ghibah of the scholars, as they say, or the ghibah of the people who are practicing religion. Not just the ghibah of those who don't practice, no, there's ghibah of those who practice religion. What is this? The Sheikh says, an example is when somebody comes and asks you about how is so and so doing. You say, may Allah cover me and him. May Allah not expose me and him. What is this other person supposed to think? That there's something wrong about him. That he's doing sins or something. Or somebody comes and asks you, how is so and so doing? You say, oh, may Allah guide him. This is not allowed, because you're just painting a picture that that person is actually not good. What is this person is asking me supposed to think? And you're just doing this because you don't want to clearly backbite that person. So you use these general words, may Allah guide him. This is also here, it's also backbiting. Even this Islam permits this. To the point, again, to show that Islam came for peace and security, some scholars say even backbiting the non-Muslim is disallowed. Even the non-Muslim, let alone the Muslim. So this topic, the Sheikh says, the topic of how Islam came to actualize security and peace for the individuals, is a great topic. And we can elongate it, but we'll just summarize with this, that Islam came to observe and to actualize the security of each individual and every person. Except, again, we say, except for those who are actually fighting the Muslim, the combats. And even those, again, it says only for those who fight the Muslims, not for any non-Muslim. A country where you have the, some of them, they have the actual troops are fighting the Muslims. Those who are not fighting in that battle, they are not supposed to be transgressed upon. They are not supposed to kill them, like we say, like the women and the children. Even then, Islam came to actualize peace and security for everybody. Even the one who belongs to a country which is fighting the Muslims, if he was to come into an Islamic country, or if he was to be around the Muslims, Islam covers him with the shade of peace. When he comes under Islam, the shade of Islam, he is covered with peace. ومن أنواع الأمن الذي هدف إليه الإسلام الأمن الفكري، وهو أساس كل أمن. ومن هذا النوع تتفرع الأنواع الأخرى وتعتمد عليه، لأن الإنسان لو كان فكره مستقيما ومعتدلا فلن يحصل منه أي ظلم أو تعد على الآخرين. أما إذا كان الفكر منحرفا
فإنه يؤدي إلى بلايا ومصائب من الكثرة لمكان. ولذلك حرص الإسلام على الأمن الفكري، ومن ثم فإن الإسلام ألزمنا بفهم الصحابة لنصوص الإسلام قرآنا وسنة، وذلك لضمان الأمن الفكري. لا تحسبوا أن الفرق المخالفة والجماعات المنحرفة ليس عندها أدلة من الكتاب ومن السنة، بلى عندها أدلة، لكنهم يفهمون هذه الأدلة فهما خاطئا. ومما يدل على ذلك ما حصل من الخوارج، كانوا مع علي رضي الله عنه ثم خرجوا على علي، وذهب إليهم ابن عباس لكي يصحح لهم الأفهام، فعندما مشى إليهم إلى معسكرهم فقال لهم: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وهم أفهم للقرآن منكم، وهم يعني الصحابة أفهم للقرآن منكم؟ قال: ننقم عليه ثلاثا، وكانوا 8000، نأخذ عليه 3 أمور، أذكر لكم واحدة من أجل الوقت كاد أن ينتهي. قالوا: إنه رضي بتحكيم الحكمين، يعني كان يرون أنه يجب على علي أن يقاتل من كان مع معاوية حتى يقضي عليهم، هكذا فهموا فهما خاطئا من القرآن. لكن علي لما رأى المخالفين رفعوا المصاحف فترك قتالهم ورضي بأن يكون هنالك حكمان، واحد من طرف علي وواحد من طرف معاوية، ثم ما يصلان إليه يكون هو ملزم للجميع. تحكيم، تحكيم. فقال له ابن عباس: أإذا رضي الله عز وجل للزوجين إذا اختلفا أن يحكما حكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، أيرضى الله للزوجين إذا اختلفا أن يحكما حكمين، ولا يرضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تحكم حكمين لكي تحقن دماءها؟ خرجتم من هذه؟ قال: نعم، يعني اقتنعوا، اقتنعوا بهذه. والثانية والثالثة حتى أقنعهم ابن عباس، فرجع 4000 إلى علي بن أبي طالب، وبقي 4000 على انحرافهم وسوء فهمهم للإسلام، حتى خرج منهم واحد يقال له عبد الرحمن ابن ملجم، وقتل عليا رضي الله عنه متقربا بقتله إلى النار. وهؤلاء الذين يفجرون الطائرات ويفجرون السيارات ويفعلونها فعلون، إنما يحسبون أنهم بذلك يردون الرحمن، وأنهم بمجرد أن يقتلوا في عملية انتحارية فإنهم يدخلون الجنة تلقائيا مباشرة، جنة مفتحة تنتظرهم على شوق. وذلك إن شاء الله سوف نبين بعد صلاة المغرب بالأحاديث الصحيحة أن النار تنتظرهم إن لم يتوبوا إلى الله، بالأحاديث الصحيحة، ونبين أن فهمهم فهم معوج وأنهم أضروا الإسلام والمسلمين.
وأنهم شؤم على الإسلام والمسلمين وعلى العالم بأجمع. ولماذا فعل هؤلاء ما فعلوا؟ الذين فعلوا قديما والذين فعلوا اليوم، لعلكم سمعتم الأخبار، كل ذلك بسبب إيش؟ الفهم الخطأ. ولذلك حرص الإسلام على الأمن الفكري، يعني أن يكون كل واحد عنده فهم معتدل وفهم صحيح للإسلام. ولذلك ألزمنا جميعا بأن نفهم الإسلام بفهم الصحابة، لأن الصحابة هم خير من فهم الإسلام قرآن وسنة. من الذي لقنهم فهم الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحسب أننا بذلك ننادي بالرجعية، لا، إنما نحن نستمسك بفهم الصحابة للإسلام من الناحية الدينية. أما أمور الدنيا كما ذكرت بالأمس، فالإسلام جاء لإصلاح دنيا الناس، وقال عليه السلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. بل إن الإسلام يدعو إلى العلم ويحفز على الحضارة وما يصلح أحوال الناس من أمور التكنولوجيا وما وهذه المخترعات التي تنفع الناس لا التي تضرهم. فالأمن الفكري موضوع من الأهمية مكان. ولذلك قال ربنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الصحابة يتبع غير سبيلهم في فهم الإسلام. وزكى ربنا وزكى نبينا الصحابة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن هؤلاء المخالفين والمنحرفين ماذا يقولون؟ كأنهم يقولون بلسان حالهم: نحن نأخذ نصوص الإسلام من الصحابة، من الذين بلغوا إلينا الإسلام وبلغوا إلينا نصوص القرآن والسنة؟ الصحابة. فهم يقولون: نحن نأخذ من الصحابة النصوص، لكن ليس لنا حاجة في فهمهم لهذه النصوص. كأنهم يقولون بلسان حالهم: أنتم أيها الصحابة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، سوف نأخذ بهذه النصوص التي أوصلتموها إلينا، لكن نحن عندنا من الفهم لهذه النصوص ما هو خير من فهمكم، فلا نريد فهمكم لهذه النصوص. وأضرب على ذلك مثالا وحيدا: مشاكل التكفير في العالم إنما هي بسبب مخالفة فهم الصحابة لآية واحدة في كتاب الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية آية في كتاب الله جل وعلا، لأن هؤلاء المنحرفين لم يأخذوا بفهم ابن عباس وغيره من السلف الصالح، وأهل السنة أجمعوا على فهم ابن عباس، لأنهم لم يأخذوا بهذا الفهم، فكان ما كان من الفساد في العالم بسبب سوء الفهم لآية واحدة. ولذلك حرص الإسلام على الأمن الفكري، والكلام يطول في هذا الأمر كثيرا، لكن أنا أشفق عليكم حقيقة، وقارب العصر على الأذان وبكت الترجمة، ولعلكم لن تتناولوا طعام الغداء، فأكتفي بهذا، ولعلنا نكمل إن شاء الله في وقت آخر. وبارك الله فيكم وشكر لحضوركم وحسن متابعتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخ. The Sheikh says the second type of security or peace he'd like to speak about is the ideological peace or security. The ideological peace or security. The Sheikh says this is one of the main goals of Islam, and it is the foundation of all other types of security and peace. But the ideology is secure and peaceful and correct.
Because a person who has ideological security and correctness, the results in his actions are always good. The results are always good. While the one who is corrupted in his ideology, the one who is corrupted in his beliefs, the one who thinks, then the results are not so good. This is why you see Islam emphasized this matter. That is why Islam told us to go back to the way of the Sahaba. The way the Sahaba used to understand Islam. The way the Sahaba used to interpret the text. This is the importance of this matter. Islam told us to go back to that way of thinking, that ideology. We find that most or all of these deviated groups, the main reason why they deviated is because they had a wrong interpretation of Islam. They deviated from the correct way of interpreting the text. So they did not have that security of the ideology, that peaceful ideology. The Sheikh says, and this is what happened with the Khawarij. The Khawarij first, they used to be fighting in the group of Ali ibn Abi Talib. But when Ali ibn Abi Talib called for peace, they left him. The Khawarij left from the group of Ali. The Sheikh says, he narrated the story about how Ibn Abbas went to the Khawarij after they secluded themselves from Ali. Ibn Abbas went to them and asked them, what do you have against Ali ibn Abi Talib? What do you have against Ali ibn Abi Talib? And he has the Sahaba on his side. And Ibn Abbas said to them, you don't have even one Sahaba on one side. They said, and the Sheikh said, the Khawarij mentioned three things, but he just summarized the mission, one of those three things they said. Which one of these things they said, how was Ali pleased with establishing or putting those two judges between those two groups? The Sheikh said, you know, when Ali ibn Abi Talib fought against the group of Muawiyah, when the other group they raised the masahif, the mushafs on the spears, Ali accepted that call of peace and to have two people, for an individual from each group to sit and to reach an agreement. Ali agreed to that. So the Khawarij said, how did he agree to that? And you know, the rule is only of Allah. But you know, Ali did this because he saw the greater benefit of having peace. So they said, how did Ali do that when the rule is only for Allah? Now look at how Ibn Abbas, through the correct understanding, through the correct ideology, how he refuted them. He asked them, if Allah subhanahu wa ta'ala could say in the Quran, in the ayah of Sulh, if a man and his wife were to disagree, then call a person from his family and a person from her family, so that they can create rectification or sulh between them. If they really want sulh, the rectification, Allah will grant it to them. So if Allah can create this, or Allah can establish this or legislate that two people judge between a matter of man and the wife, what about two people judging between the shedding of so much of the Muslim blood? This is even greater. And they kept quiet. And they kept quiet. And the other two issues which he mentioned, Ibn Abbas refuted them, said that 4,000 of them returned to the truth, and 4,000 of them stayed there. They stayed in the same way of the Khawarij. And for one of them, after time, this individual was with those Khawarij, Abu Rahman ibn Muljim, he is the same person who went and killed Ali ibn Abi Talib, assassinated Ali ibn Abi Talib. And he thought by doing this that he was actually gaining closeness to Allah. He was doing this as an act of ibadah. All of this shows you the importance of having the correct ideology, the peaceful, secure ideology, free from deviations. And likewise, those who go and blow themselves up today in the planes and in the subway stations, they have this same ideology. The Sheikh said all of them think that when they do this, the present day ones and those ones, all of them think immediately they blow themselves up or they kill themselves, they're going straight to Jannah.
And Jannah has its doors open for them, ready, and the people are welcoming them there. But in fact, and the Sheikh said, and I'll prove this in the lecture after Maghrib, in fact, they're actually going to Halfa. He said, the Sheikh said, and I'll prove this using authentic hadith in the lecture after Maghrib, inshallah. They're going to the Halfa. And these people are a black dot to Islam. They're a black dot to Islam. So you see, the deviation of yesterday and today is all in this deviation in the ideology. We have to go back, and this is why Islam calls us to go back to the understanding of the Sahaba, how they used to interpret and understand the text of Islam. And where did the Sahaba take this? They took it from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's where they took it. And some people, again, the Sheikh said, like we said this yesterday also, when you tell the people to go back to the understanding of the Sahaba, they think we tell them to go back into that civilization and to live like them. No. We go back to how they practice the religion, how they understood the text of the religion. As for the worldly life, as Rasulullah said, you are more knowledgeable of your world. And you just say that Islam came to rectify the matters of the people in the worldly affairs. There's nothing wrong with using the modern day or modern age technology and everything, but of course in the beneficial way, the Sheikh said. Use the technology in a beneficial way. Islam does not prevent this. But the understanding of this, of the religion, you have to go back to the understanding of the Salaf, understanding of the Sahaba. This is why, to show the importance of this, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ شَاكَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ مَا تَوَلَّى نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Whoever has doubt after the guidance has been clarified to him, whoever has doubted the messenger after the guidance has been clarified to him, and he follows other than the way of the believers, meaning the Sahaba, and he follows other than the way of the believers, Allah says, وَلِّهِ مَا تَوَلَّى, you let him go the path which he chose. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ, and you end up in the Halfa, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, and an evil abode it is. وَلَعَذَ بِاللَّهِ. Rasulullah also said, خَيْرَ أُمَّةِ قَرْنِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. The best of my ummah are my generation in the Sahaba, then those who come after them, the Tabi'in, then those who come after them, the Atba'u Tabi'in. All of this shows the importance of going back to the understanding of the Sahaba. And do not think that the deviant ones, the deviant sects and groups, that they don't use texts from the Quran and the Sunnah. They do use texts from the Quran and the Sunnah, but the understanding is what is corrupt. They use it in the wrong way. They use it in the wrong way. The Sheikh said, I'll give one example. The ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ لَمْ يَحْبُدُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَوَلَيْكَ الْكَافِرُونَ. And the one does not fear by what Allah revealed, then they are those who are disbelievers, kafirun. He says this one ayah is the one which is causing all these great problems of takfir between the world. This one ayah. Why? Because they did not want to take the understanding of the Sahaba. The Ahl Sunnah, they understand and take the interpretation of Ibn Abbas and those who followed him. But those people, they understand how they want it. The Sheikh said it is that they are saying that we only want the, we're taking the text from the Sahaba, the Quran and the Sunnah, because the Quran and the Sunnah reached us through the Sahaba. We only want the text from them and we say to them, Jazakullah khair, but we'll understand them the way we want. This is basically what their actions are saying. But we only take in the text but not the understanding of the Sahaba. So it is very important to go back to the understanding of the Sahaba so that you can have this secure and peaceful ideology. And the Sheikh said, this matter is a long matter which we have summarized. And he says, I feel very great and I really have great care about this matter, that's why I talked about it. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide all of us. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alameen. Subhanakallah.